الأجزاء الصغيرة نلاحظ وجود بعض القطع التي تشير إلى نوعية الطائرة وإلى الدولة المالكة لها. الطائرة من حيث النوعية هي F-16 كما هو موجود في هذا الجسم الصغير الذي تساقط من الطائرة. F-16 صناعة أمريكية كما هو واضح، وأيضا تواجد عليها الرقم التسلسلي الخاص بالتصنيع كما نلاحظ في جسم الطائرة، حيث تواجد عليه إشارة دولة أو علم الدولة العربية المغربية التي شاركت في العدوان ضد اليمن. هناك حالة من الفرح الكبير والاغتباط لدى السكان القبائل في هذه المناطق من سقوط هذه الطائرة التي تعتبر الطائرة الثانية التي تسقط في شمال اليمن في محافظة صعدة في أقل من 3 أيام. هذا هو المكان بالتحديد الذي سقطت فيه الطائرة المغربية والتي وجدنا أنها من نوع F-16 صناعة أمريكية. هذه أجل الطائرة التي سقطت أسقطها الله على أيدي المجاهدين هذه المراه والمضادات المتصدية لها من محافظة صعدة، وقتل العجزة والشيبان والنساء، لكن الله انتقم منه عز وجل سبحانه. هذه الطائرات الحديثة التي عند الإسرائيليين والأمريكيين والسعوديين التي يريدون انهم يقولون ان الناس غير قادرين على سقوطها، فها هي سقطت الآن بين أيدي اليمنيين، وسوف يسقطها الله بقوته وبنصره، وإن شاء الله أننا يعني جاهزون لهم دائما وأبدا. في ليلة البارحة سقطت أو أسقطت الطائرة المغربية من نوع F-16 تصنيع أمريكي في هذا الوادي، ووجدت حطامها متناثر بكامل جغرافية الوادي المعروف بوادي عكوان. هذا الترخيص كان بحوزة الطيار وقد احترق جزء منه. الترخيص يعود إلى قاعدة ممنوح للطيار من قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع. عميد أو عقيد الثقفي، إذا قائد جناح الشرطة الجوية في قاعدة الملك فهد بالقطاع. بإذن الله إن النصر لآت. مهما كانت أسلحتنا متواضعة بسيطة سنسقط كل جبروتهم وطغيانهم إن شاء الله، متوكلين على الله ومعتمدين عليه. وسواء سقطت الطائرة أو أسقطت، المهم لدى اليمنيين أن هذا السقوط بمثابة إيذان بالسقوط النهائي لقوى التحالف الذي يشن حربا ظالمة آثمة ضد اليمنيين بسكوت وصمت من العالم. من وادي عكوان في محافظة صعدة. كل شيء يوحي في لبنان بالاستقرار، لكن لا شيء مستقر. الحدود مع سوريا ملتهبة، وفي الداخل تفكيك لخلايا إرهابية.